الكبسه السعودي، لحمه ضاني على النار، عايزه بقى تجيبي كتف اللي هو الزند، عايزه تجيبي فخده، عايزه تجيبي رقبه، ايا كان. احنا ما شاء الله احنا النهارده جبنا اللحمه بتاعتنا واديناها تشويحه كده برشه فلفل اسود، وبدانا ان احنا نزودها شويه ميه سخنه في شويه ميه سخنه لحد ما تستوي معانا. بصوا كده، بصوا كده معايا، شايفين؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ هي كده دخلت في السوى، لكن ما اقدرش اقول ان هي استوت، ما اقدرش اقول ان هي استوت. طيب، بهارات الكبسه. بهارات الكبسه السعودي ارجع واقول مهما عملناها مش هتطلع زي اللي هم بيعملوها في بلدهم. هم عندهم كده تخش السعوديه كده تحس بروايح جميله، وخصوصا عند العطارين او الاماكن اللي هي بتبيع البهارات او التوابل، تحس ان انت مش عارفه تجيبي ولا ايه ولا ايه من كتر كميه الروايح اللي موجوده وطالعه من البهارات بتاعتهم، اصليه 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 يعني. طيب، هنحاول النهارده نقرب التوابل والبهارات بتاعتهم، وهتنزل معانا دلوقتي على الشاشه. انا طبعا عامله كميه رز كبيره ما شاء الله، اللهم بارك، هعملها على حلتين مع اللحمه. التوابل والبهارات والمكونات بتاعتنا اللي قدام حضراتكم دي هنقسمها على حلتين عشان انا هعملها على حلتين. كبسه اللحمه عندي لحمه ضاني مش مكعبات، هي على حسب التقطيعه اللي انتوا عايزينها، بس الكبسه الحتت بتاعتها بتبقى كبيره زي ما حضراتكم شايفين كده، مش مكعبات. عايزه تقطعيها مكعبات طبعا لو انت هتعمليها بلحمه عاديه ما عنديش مشكله، بس اساس كبسه اللحمه السعودي بتتعمل بلحمه ضاني. طيب، عندي لحمه ضاني، عندي رز بسمتي ذهبي، طبعا انا مش حاطين كميات علشان حسب ما انتم عايزين، على حسب ما انتم عايزين، عايزين تعملوا كوبايات قليله، عايزين تعملوا كميات كبيره، وعندكم عزايم، عندكم الخير كله يا رب. طيب، اهم حاجه الرز بتاعنا اصلا مغسول ومنقوع حوالي نص ساعه. ليه؟ علشان ما ياخدش معايا تسويه، انا اعتمادي كله في التسويه، تسويه اللحمه. اللحمه لو استوت تمام وزي الفل، الرز بتاع الكبسه اصلا او اي رز بسمتي معايا ما بياخدش اكتر من ربع ساعه على النار. هي ربع ساعه تظبطي عليها ساعتك يبقى يكون الرز مستوي. فعلشان كده بقول ان لازم اللحمه تكون مستويه خالص، وده السبب اللي خلاني ان انا ابدا في تسويه اللحمه قبل الهواء علشان تستوي معايا تمام وزي الفل، يا دوب بس تاخد تسويه الرز معايا. طيب، عندي بصل مفروم، فلفل حامي مفروم، ثوم مفروم، صلصه طماطم، وميه مغليه. الميه المغليه هنا انا مش محدده مقدارها، والرز البسمتي انا مش محدده مقداره، ليه؟ على حسب ما انتم عايزين. طيب، بس الاساسي بتاعنا ان الرز البسمتي عدد كوباياته بياخدوا ضعفه ميه. ضعفه ميه، يعني لو عامله 5 رز بتاخدي 10 ميه مغليه. عندي قرفه خشب، قرنفل صحيح، عندي لومي، عندي ورق لورا، عندي بهارات كبسه، زعفران بودر، وملح وفلفل اسود. ده البهارات والتوابل بتاعتنا. بهارات الكبسه ممكن ننزل ايه هي؟ بهارات الكبسه عندي ايه؟ عندي كمون حب، وعندي كزبره ناشفه حب، وعندي فلفل اسود، ولومي، وورق لورا. عندنا ايه كمان؟ عندنا قرنفل بودر، قرفه بودر، عندنا هيل بودر. الهيل طبعا هم عندهم، احنا عندنا هنا اسمه حبهان، هو عندهم اسمه هيل، فهم طبعا حاطين، احنا كمان حاطين هيل بودر، وزنجبيل، وكاري، وكركم، وملح. الملح اللي احنا حاطينه ده مش تطعيمه، الملح اللي احنا حاطينه ده عشان يحفظ لنا البهارات بتاعتنا ان هي تعطل، ان هي تجيلها وبره، ان هي تكتل في بعضها، لكن مش تطعيمه. الملح احنا بنحطه معانا مع بعض. طيب، عندي بصل، صلصه طماطم، فلفل حامي ممكن تشيليه خالص لو انت مش عايزاه، وعندي توم، وعندي لومي، وهبدا ان انا اوزع كل المكونات دي كلها على الحلتين. ادي لومي، وادي عيدان قرفه، انا هعمل على الحلتين. عندي ورق لورا هنا كده، وادي هنا. طبعا ممكن تعملي كله في حله واحده، ما عنديش مشكله. عندي هنا حبوب الهيل بالشكل ده كده، عندي كمان القرنفل او المسمار، هنحط كمان ثوم هنا وهنا. في مناطق في السعوديه ما بتحط لهاش ثوم، بس انا دقت دي ودقت دي وبصراحه بحبها بالثوم. هنحط كمان بصل هنا وهنا، انا كل دوت في تسويه اللحمه، انا عايزه كل التطعيمه تاخد من بعضها. صلصه الطماطم برضو هحط هنا وهنا، بحاول اسهل لكم الدنيا خالص علشان ما صعبهاش عليكم وانتوا بتعملوا الكبسه. كده احنا قسمنا المكونات كلها زي ما انتوا شايفين كده. فلفل ممكن تشيليه ما تحطهوش،
ادي الزعفران البودر، طبعا هم عندهم بيحطوا اللي هو الزعفران الشعر، غالي جدا جدا جدا، بيتباع بالجرام. عندي كمان بهارات الكبسة، بالشكل ده كده شغالة على الحلتين. طبعا انا دلوقتي مش محتاجة ان انا احط فلفل اسود، انا هحط ملح بس، لان التوابل بتاعة الكبسة اصلا فيها فلفل اسود، فانا مش محتاجة ان انا احط التوابل بتاعت الكبسة او بهارات الكبسة، اصلا ريحتها ما شاء الله اللهم بارك. محتاجة ان انا طبعا هي اللحمة كده تعتبر دخلت في السوى، فانا دلوقتي هبدأ ان انا احط الملح. بالشكل ده كده، بالمنظر ده كده جاهزين معايا. جاهزين معايا. هبدأ ان انا اجيب معلقة خشب كده، وهروح جايبة دي كده من على النار، بسم الله، عشان اعرف اقلبها. سامعيني الصوت؟ اتشربت المية والسوائل بتاعتها خالص. بص شكل حتة اللحمة يا جمال لما اتلسوعت، بصوا منظرها عامل ازاي كده، شربت المية بتاعتها خالص، بدأت ان هي تنزل الدهون اللي فيها. طبعا كلنا عارفين ان اللحمة الضاني بتسلى يعني، او بتخس او بتقل. بصوا شكل حتة الموزة، بصوا شايفين اللسوعة بتاعتها كده، هي شربت السوائل بتاعتها خالص وتمام وزي الفل. قلبت اللحمة في كل المكونات بتاعتها كده، او كل المقادير اللي احنا حطيناها، وارجع ارفعها على النار تاني. انا شلتها بس من على النار عشان اعرف اقلبها. هنا نبدا ان احنا نفضي حوالينا واقلب التانية. التانية هسيبها شوية على النار. ليه يا نونة؟ علشان انا شايفة ان فيها سوائل. بصوا بص كده، شايفين السوائل اللي فيها؟ فانا مش هقدر احط عليها دلوقتي الرز. طب ليه برضه يا نونة مش هتحطي عليها الرز دلوقتي؟ عشان مقدار الرز اللي انا معايراه ممكن مع السوائل دي تطلع لي معجن شويه، وانا عايزه الكبسايه تطلع منك او رزايه الكبسه تطلع منك مظبوطه على الشعره، مظبوطه على الشعره، فعلشان كده انا محتاجه ان هي تتشرب السوائل دي بتاعتها. بصوا المنظر عامل ازاي، الله اكبر، اللهم بارك. الريحه يا جماعه هايله هايله هايله. طيب دي جاهزه معايا؟ جاهزه معايا. جاهزه معايا ان انا اعمل فيها ايه؟ جاهزه معايا ان انا احط لها الرز بتاعها. الرز ده منقوع ومغسول الاول ونقعناه حوالي نص ساعه. طيب هي على النار دلوقتي وتشربت السوائل بتاعتها، وهبدا ان انا احط الرز. الله واحد، ملوش تاني. دول كام يا رغده؟ ثلاثه. يا رغده فين؟ اربعه. نعم، خمسة. أنا مش سامعاكوا أصلا، سامعاكوا صوتك بعيد. ستة، سبعة، آدي تمانية، تسعة، عشرة رز. المفروض نحط عليهم 20 مية، بس أنا هحط خمسة كمان. بسم الله، عينيا الاتنين، هحط بس الخمسة رز وأقلبه ونطلع فاصل نكمل. نص تاني، ادي تلاتة، أربعة، ادي خمسة. كده احنا حاطين 15 كوباية من الرز بالشكل ده كده. المفروض احط ال 15 دول احط عليهم قد ايه مية؟ احط عليهم قد ايه مية؟ بصوا انا بعمل ايه. المفروض حد هيقول لي نونا انت كده سويتيه، طب هو هيطعم ازاي؟ لا انا مش هسيبه كده، انا هعمل كده. شايفين؟ عايزه الرزايه تمشي شويه مع اللحمه من جوه، بس مش التقليبه اللي هي الكامله كده. كده انا لما احط عيد الميه اصلا كله هيبقى مع بعضه، وهتطعم تطعيمه حلوه قوي، وهندوقها مع بعض بالشكل ده كده، بالمنظر ده. نحط قد ايه؟ نحط 30. مش كتير؟ لا مش كتير، خلينا متفقين احنا الرز بنحط عليه ضعفه ميه، بنحط ضعفه ميه.
نعمل كده وهنعد 30 كوباية رز او 30 كوباية مية هنا، وهنسيب ديت تتشرب علشان لما نيجي نحط الرز يبقى على قد اللي احنا عايزينه. هنحط 30 كوباية وهنطلع فاصل، نرجع من الفاصل اكون حطيت الرز هنا كمان وتشربت وسقيتها العدة بتاعت الحلتين بتوع كبسة اللحمة. قبل ما نطلع من الفاصل كنا بنعمل كبسة لحمة وعملناهم، وقلت لكم هنحط العيد بتاع المية والعيد بتاع الرز وحطيناهم ووديتهم بره عند احمد يستوي. حط طماطم وهحط فلفل وهو شغال كده. هروح شايفين الكاوتش بتاع الخلاط عامل ازاي، هحط معاه حبه بقدونس. في ناس ما بتحطش بس انا بحب بصراحه التطعيمه بتاعته. في ناس ما بتحطش بقدونس، ممكن تحط كزبره زي ما انتوا عايزين، اللي انتوا بتحبوه اللي موجود عندكم. بسم الله. الريحه فحفحه. بسم الله يا اختي. طعمه حلو قوي قوي قوي، بس مشطشط قوي قوي قوي. بسم الله. بصوا كده معايا الكبسه يا جماعه، والله العظيم ما تنفع من غير ده، انا بعشقه اصلا.